السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم اليوم بعملية التطرق لعنصر من عناصر الدرس بالنسبة للشقاقية. بالنسبة إلى الدالة إذا كانت قابلة للشقاق مرتين فنقوم بعملية دراسة الشرط المشتقة الثانية لهذه الدالة. إذا كانت تنعدم عند عدد حقيقي من مجموعة تعريفها وتغير إشارتها، فنقول في هذه الحالة أن لهذا المنحنى أو منحنى الدالة يقبل نقطة تسمى نقطة انعطاف، كما هو الشأن بالنسبة للشكل. التالي معناها نقطة انعطاف معناها أن المماس عند هذه النقطة يخترق المنحنى. هنا هذا الشكل فيه نقطة انعطاف واحدة، ما عداها لو قمنا بعملية تحريك النقطة وعملية ملاحظة المماسات. لاحظوا يا شباب، إذن هنا دائما المماس هو تحت، كذلك هنا هو المماس يكون تحت المنحنى. في الجزء الأول من هنا سوف يكون المماس دائما فوق المنحنى. المماس سوف نلاحظ بعد الخروج إذا المماس جاء بالشكل التالي. لاحظوا أن المماس هنا في هذه الحالة دائما فوق المنحنى، إذن هو فوق المنحنى، هنا فوق المنحنى، هنا يخترق عند هذه النقطة. عندما نقوم بعملية إرجاع للنقطة التالية سوف نلاحظ أن المماس يخترق المنحنى، معناها أنه مرة يكون فوق المنحنى مرة يكون تحت المنحنى. بعدها نقوم بعملية، لاحظوا هنا المماس هو تحت المنحنى ويقطع المنحنى في هذه النقطة. لا نقول أنه يخترق المنحنى في هذه النقطة، معناها لاحظوا أن من هنا إلى هنا، هنا هو تحت المنحنى، المماس تحت المنحنى، وكذلك هنا هو تحت المنحنى. يخترق المنحنى في تلك النقطة، معناها يكون مرة فوق مرة تحت، هنا في هذه الحالة هو تحت المنحنى في تلك النقطة، رغم أنه يقطع هنا في نقطة أخرى. إذن يخترق المنحنى، إذن هنا هو دائما تحت المنحنى، المماس تحت المنحنى، وهكذا. إذا قمنا بعملية إرجاع هذه النقطة، إذن هنا هو تحت، هنا تحت، هنا كذلك يبقى هنا تحت، لاحظوا هنا هو تحت، وكذلك هنا الرسم ضيق بعض الشيء، هنا هو تحت لأن المنحنى فوق المستقيم، فوق المستقيم. لاحظوا أن هنا المسافة صغيرة وصغيرة جدا، ولكنه هو تحت. إذن عند الانطباق هنا لاحظوا أنه هذا الجزء فوق المنحنى وهذا الجزء تحت المنحنى، وعليه هذه النقطة التي فاصلتها واحد هي عبارة عن نقطة انعطاف، نسميها نقطة انعطاف. معناها أن المنحنى يغير اتجاه تقعر، لاحظوا أن التقعر بالشكل التالي. عندما نصل إلى نقطة انعطاف نغير اتجاه تقعر ونسحبه بالشكل التالي. إذن هنا الدالة رغم أنها متناقصة على المجال إلا أننا نضع قوس هنا تقعره بالشكل التالي. عند نقطة انعطاف يغير اتجاه تقعر فيصبح بالشكل التالي. إذن هذه نقطة انعطاف. نقطة انعطاف ونقطة الزاوية ليسا نفس الشيء. نقطة انعطاف هي المماس عند هذه النقطة يخترق المنحنى. بالنسبة هناك حالة خاصة، إذن لعملية حساب فاصلة نقطة انعطاف نقوم بعملية اشتقاق الدالة مرتين. هذه الدالة عبارة الدالة نشقها مرة ومرة ثانية وبعدها ندرس إشارتها. إذا انعدمت المشتقة الأولى، المشتقة الثانية مغيرة إشارتها عند إكس صفر اللي هو هنا واحد، فنقول هذه النقطة التي فاصلتها واحد هي عبارة عن نقطة انعطاف، وإذا لم تغير إشارتها فلا نستطيع القول أنها نقطة انعطاف. هذا بالنسبة لي نقطة انعطاف. هناك حالة خاصة يا شباب بالنسبة لنقطة انعطاف، إذا قمنا بعملية شقاق الدالة هذه مرة واحدة ولاحظنا أن هذه المرة الواحدة هذه المشقة الأولى تنعدم ولا تغير إشارتها. مثلا لو غيرنا العبارة هنا، غيرنا الدالة ووضعناها عبارة عن إكس مكعب، إذن نضعها بشكل تالي. لاحظوا بالنسبة لي النقطة لو قمنا بعملية سحبها هنا المشقة الأولى ما بها، إذن بما أن المماس هنا عند هذه النقطة موازي للصفر،
المشقة الأولى تنعدم رغم أن الدالة متزايدة تماما، متزايدة تماما. المشقة الأولى لا تغير إشارتها، لا تغير إشارتها، إذا الدالة متزايدة، الدالة متزايدة تماما. والمشقة الأولى تنعدم عند الصفر، ومنه هذه النقطة تسمى نقطة انعطاف. إذا انعدمت المشقة الثانية مغيرة إشارتها فهذه نقطة انعطاف. كذلك الشأن بالنسبة لي عملية رسم منحنى آخر، مثلا جعل هذا المنحنى، إذا انعدمت المشقة الأولى ليس شرط أن تكون الفاصلة هي عبارة عن صفر، ليس الشرط أن تكون الفاصلة عبارة عن صفر. مثلا لو غيرنا غيرنا الدالة هنا ووضعناها زائدا اثنان مثلا، ووضعنا هنا وضعنا القوسين، وضعنا القوسين، وضعنا هنا إكس زائدا مثلا واحد، وغلقنا القوس وقلنا أنتري. إذن لاحظوا أن نقطة انعطاف تكون هنا، هذه هي نقطة انعطاف. هنا المشقة الأولى تنعدم عند الناقص واحد، المشقة الأولى تنعدم عند الناقص واحد، ولا تغير إشارتها، الدالة متزايدة تماما. ومنها هذه النقطة هي نقطة انعطاف، لاحظوا أن التقعر كان بالشكل التالي، وعند نقطة انعطاف تغير التقعر، ومنه هذه النقطة تسمى نقطة انعطاف كحالة خاصة يا شباب. إذا انعدمت المشقة الأولى ودون تغيير إشارتها عند إكس صفر، فإن النقطة التي فاصلتها إكس صفر هي نقطة انعطاف، نقطة انعطاف. إذن هذه كحالة خاصة بالنسبة لنقطة انعطاف. أما بالنسبة للنقطة الزاوية فهي شيء آخر. بالنسبة للنقطة الزاوية، النقطة الزاوية هي شيء آخر. النقطة الزاوية يكون المنحنى يقبل مماسين عند تلك النقطة، يقبل نصفي مماسين، يقبل نصفي مماسين. مثلا لو غيرنا العبارة هنا ووضعناها بالشكل التالي، مثلا وضعناها هي عبارة عن القيمة المطلقة، إذا أبس أبي أس، إذا نفتح قوس مثلا نضعها إكس زائدا ثلاثة، نغلق القوس، زائد واحد على إكس. إذا لاحظوا بالنسبة لهذا المنحنى رسم به الشكل التالي، هذه النقطة هنا، هذه النقطة، لاحظوا أن هذه النقطة الدالة هنا الدالة مستمرة. نستطيع رسم منحنى دون رسم رفع القلم بالنسبة للمجال اللي هو من نقص بلا نهاية إلى غاية الصفر، الدالة مستمرة. أما في الجزء الآخر فهي كذلك مستمرة على المجال الآخر، هنا مستمرة على هذا المجال فقط، مستمرة على هذا المجال. إذا على المجال اللي هو نقص بلا نهاية، نقص بلا نهاية صفر. هذه النقطة هنا التي فاصلتها هي عبارة عن نقص ثلاثة، هي عبارة عن نقطة زاوية، لأنه هناك مماس على اليمين. إذا وضعنا النقطة هنا ووضعنا بالشكل التالي وقلنا له ارسم لنا المماس، مماس في الاتجاه التالي، صممنا المماس هذا نصف مماس على اليسار و نصف مماس، إذا رسمنا نصف مماس على اليسار فقط، اللي على اليمين سوف نقول له ارسم لنا هذا، نقوم بعملية أيوه، إذا نقول له ارسم لنا المماس عند هذه النقطة، إذا المماس عند هذه النقطة مثلا، نحرك النقطة، نقوم بعملية تحريك النقطة، أيوه. إذا لاحظوا المماس على اليمين، إذا المماس على اليمين يكون بالشكل بالتقريب هكذا، المماس على اليسار يكون بالشكل التالي. إذا هذه النقطة هنا النقطة التي فاصلتها نقص ثلاثة تقبل نصفي مماسين، نصف مماس على اليسار ونصف مماس على اليمين، معناها أن الدالة قابلة للانشقاق على يمين نقص ثلاثة وعلى يسار نقص ثلاثة، ولكنها غير قابلة للانشقاق عند نقص ثلاثة، لأن المشقة على اليمين لا تساوي المشقة على اليسار، وبذلك نقول أن الدالة تقبل نصفي مماسين، نصفي مماسين. إذا هذين النصفين المماسين
نستطيع عملية إخفاء هذا المماس هنا. إذن نصفي مماسين، نصف مماس على اليسار ونصف مماس على اليمين، ومنه الدالة هنا نقول أنها غير قابلة للشراء عند الناقص 3، وهذه النقطة تسمى النقطة الزاوية لأنها تشكل زاوية بالنسبة للمماس الأول، ونصف مماس الثاني يشكل زاوية لها قيس معين. إذا الزاوية راح تشكل باستخدام النصفي مماسين. إذا هذه النقطة الزاوية. إذا بالنسبة للنقطة الزاوية والنقطة انعطاف ليس نفس الشيء يا شباب، نقطة انعطاف شيء والنقطة الزاوية شيء آخر. إذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم الأستاذ جويل أحمد من الاتصالات، والسلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديد.